الكوك المراكشي والمنتخب الوطني في فترات الستينات والسبعينات. مولاي الحسن، احنا يعني بين تكون هذه اول حصه غنديرها لواحد الموقع ديال الانترنيت، وبغينا نهضروا على الناس اللي لعبوا الكره من قبل وشنو تيديروا دابا. الى سولنا مولاي الحسن شنو دابا الوضع الحالي ديالك كتشري، فاشنو تدير دابا؟ خلف التقاعد بعت انا في 74 باقي نلعب الكره، ولكن ديما في الكره باقي نتبع الكره ديما مع الفريق ديالي ومع المنتخب نتفرج وكل شيء. صلة الرحيم هي كل شيء كاع في الكره. باقي تتشوف اللعابه اللي لعبوا معك الشريف؟ لا، انت الدار البيضاء ولا وجده ولا باقي دروك تيترسلوا معنا الحمد لله خير على خير. يعني باقي نتبع الكوكب، باقي نتبع المنتخب، باقي تتلعب شويه شريف؟ باقي تنترينو مع روسناهي، باقي تنترينو، باقي تتلعب الماتشات؟ تنلعب الماتشات وتنديرو لي سنتراج وتنلعبو كل شيء مع الناس يديرو. شريف باقي تعقل على البديه فاش بديتي انت تفكرها شويه؟ بديت انا في 54 55 كنت نلعب ديك الساعه مع الهلال، لعبت مع الهلال داروا لي السور كلاسما من الكادي دوزون الجونيور. الوقت فاش كنت انا خدام ديك الساعه مع الصناعه المعلم ديالي ما قبل شيء بقيت قاعد كوكب 45 46 الكوكب جيت ليها في 58 58 ديك الساعات شتات العالم ولات الكوكب جاو قال لك نسيني اليوم سينيت اليوم دوزوني عامين جنيور 57 فاش داو الشوب هنا 57 الكوكب. ديك الساعة جيت انا ومحمد بن صالح وبلانشيت وكريمبا والسيسا. ديك الساعة دخلت مع الكوكب لعبت الماتش الاول في الجنيور، الماتش الاخر دوزوني بداو تيلعبوني في البرومير، تنلعب في البرومير على برا الماتشات اللي تيخرجوا وحتى يجيو مالي للبلاد تيقعدوا تيعاودوا يلعبوا مالي للبلاد وحنا تيقعدونا. ولكن الحمد لله كانوا الرجال في الكوكب كانوا تيزعموا، كانت الكرة وكانت صفيات القلب ديالهم والناس رجال بحال سيبو معزاز بحال عبد الله لوش بحال السيسام بحال كريمو بحال تاع عمر حميمة. لعبتي في الكوكب الشريف انت شحال؟ لعبت انا من 7 من 6 و 58 حتى 74 ما عمرك لعبتي شي فرقة أخرى من غير الكوكب؟ لا من غير الكوكب، لا دينا تروا كوب لعبنا كاتر كوب أربعة خسرنا في واحد وربحنا ثلاثة، وحنا اول فرقه دات الكوكب ثلاث مرات هي الكوكب. احتفظتوا بالكاس نتوما ديما هي الحمد لله. ديك الساعه تشريف كي كانت الكره في ديك الوقت ديالكم نتوما؟ كانت الكره صعيبه، كانت الكره واعره وكانت فيها الصح والمعقول وكانوا الرجال، ولا ما كنتيش نيت كباب وكنتي لعاب مزيان تجيب الكره وتلعب بحال الضما. الا ما تلعب في جنيور وجيتي للكوكب بحال ديك الساعه جينا لها، الا ما جبتيها لهم ما يعطيوها لكش، تتولي تفرض السيطره ديالك انت، تتولي انت تتعاود تلعب معاهم وتطلع تجيبها بحال البيطو بحال داك الشيء ديال الضامه. ولعبتي حتى في المنتخب الشريف؟ المنتخب لعبت 62 لعبت مع بابا ومع مع حميد ومع مسيتي فات الوداد ومع المدني مع الجديدي مع السبكار مع السي حمد الابيض مع العريشي ديال العريش. ديك الساعه واحد الفرقه كانت في العريش رومين ديفيزيو، احسن فرقه كانت ديك الساعه. واحد السعيد كان عندهم واحد محمد كي كان بديك العريش، هذيك الفرقه حتى هي مشات هكاك هذيك البلاد هكاك ما اسمي. كانت الكره قلت لك معقول صحيحه وكانت معقوله، قال لي الكره فيها لا كريز وفيها التراب كاع ما كان هذا الشيء ديال الربيع، ولا تيران واحد ولا ثلاثه كانوا فيهم الربيع، زد الدونور والقنيطره ولعب الفاس الفاس هذا الشيء اللي كان فيه الفرق اللي كان الاخر كلها كان كل التراب. نعم التيران ديالنا حنا ديك الساعه كانت فيه 100 متر 200 متر ثلاث ديال التيران تلحرتي جا السي بن ابراهيم 62 دار فيه 110 جات في العرض وفي الطول. ولات الفرقه اللي جات تتعيا ما يكملوش معاك ديك الساعتين ساعه ونص الكره. لكن ديك الساعات كانت الصحه شحال؟ قلت لك هي الصحه والانسان تياكل داك الشيء اللي كتب ليه الله، ولكن كانت النفس وكان لما الناس ما تلعبش الفلوس تلعب الجمهور ديالها التوني القميص انه تلعب اش درتو البارح ماشي راه خسرنا لعبنا مزيان وخسرنا. بنادم ما تيرضاش يخسر ما تيرضاش خصك تبلد تلوى، الا خسرتي في مراكش راه كاع تنغبروا تنغما باقي تنخرجوا سيمانه حتى تنربحوا الماتش الاخر. اشنو هي احسن ذكرى عندك مع الكوكب؟ احسن ذكرى عندي مع الكوكب هي الفينالات ديال كاس العرب ثلاثة الملك الملك الحمد لله 4 مرات الحمد لله تسامنا مع سيدنا وعاودنا تسامنا مع في عيد العرش
وجا لهنا عطيناه له كوب ثاني، خرجناه من البريه جبناه للبلديه وحطيناه الكاس الحسن الثاني الله يرحمه. حسن ذكرى هما هذوك قبل ريت الشريفات الملك والبسميتو راه فضل من الله هذاك تبارك وتعالى. ومع المنتخب الشريف؟ المنتخب ما لعبنا ديك الساعه، ما كانت فرقه واحده كانت ديك الساعه في 62 62 63 كانت غانا ونيجيريا هما اللي كانوا. حسن ذكرى انت مع المنتخب؟ هي العاب العربيه لعبنا العاب العربيه في الدار البيضاء ربحنا فيهم، هنا دينا الميدالية دور دينا الشامبيون دي ماروك. شريف كنتي تتماركي من الكورنينا شريف؟ تنحاولوا نطلبوا من الله تبارك وتعالى ونغمضوا عينين دوك الكوال وتدخلوا الكورة. شحال من بيت تقريبا؟ ما يكون واحد 30 بيت 35 بيت من الكورني ولا 30 بيت كلها من الكورنينا شريف؟ لأنه ماشي في ماتش واحد كلها، راه نحسبوا لك دابا شحال من عام كل عام شدوا اسميتو. ولكن الماتش ديال السعوديه كنت هداف ديال العالم، كنت برو العاب العربيه 11 بيت، 6 على السعوديه و4 على ليبيا، هما ولاو تيغلبونا دروك والسعوديه تيغلبونا، وواحد على مصر على عادي الهيكل ديك الساعه. اييه ودينا الميدالية دور. الشريف شنو هما الحوايج اللي ما كانوش هما هذوك في الكارير ديالك انت في المسيره ديالك، الحوايج اللي كانت خايبين؟ تنطلب الله تبارك، ما كانش عندي شي حاجه في الخلف في انه كنت مستمح تنسامح مع الناس، وكنت اللعاب الا يخرجوا الاربيتر رغب عليه ديك الساعه ما كانت لا حمراء ولا بيضاء، كانت يهدي ديك من الفيستير تيقول لك راه هذه الاولى ولا هذه الثانيه للشهد الله يرحمه، تيعطيها ليه السي الزياني والله الا في الفيستير تيقول لي راه الا عاودتي هدرتي مع هذه الاولى هي انا غير بينهم، وراه الا هدرتي معاها في التيران نخرجك. ولكن كانوا اللعابه اللي كنا تلعبوا كانوا الناس رجال وكانوا كواريا وكان المعقول، باش لعب مع السي حميد الدراجه، باش لعب مع السعيد، باش لعب مع سيتي فات الوداد، بعث له الروداني تبارك الله من سيتي فات الوداد، لعبنا انا مع كواريا بعمر ديال الجيش المدني ديال جده، طالب العربي شلال موسى الرجا فيها موسى فيها انا ما عرفتش كان في الرجا ولا لا، قنيطرة محمد قنيطرة نعم سيدي ثلاثة بالخيرات، كان بالخير الأول والثاني والثالث والرابع، أربعة كانوا خوت. كانت بطولة قوية فيها فرقي بزاف، فرقة مزيان فرقة مزيان قوية، وكاين تعب ما تسافر للدار البيضاء حتى الصباح حتى 6 الصباح، كاس قهوة وحليب وكرواسة. شريف دابا نرجعوا شوية للكرة ديال دابا، اختلفت الكرة دابا، الكرة اختلفت دروك اللي بقى بالكرة نعم سيدي تبارك الله، الكرة فيها دابا الفلوس وفيها الكلمة وفيها الراحة، دابا تسمع الصالة فيه مليون، تصير الآخر تيقبض 4 المليون ولا رزقهم هذاك، ولكن لأن خصهم يعطيو للبلاد ديالهم. زادت الفلوس والنيفو مشى. والنيفو مشى، واللاعب تيلعب معاك يومين ثلاث أيام تيمشي لفرقة أخرى تيولي عندوك، ما كاين هذا الشيء ما كانش. إلا ما لعب معاك لاعب 5 سنين ولا 3 سنين ولا سميتو تيربي بعدا يردي بعدا ولادو ويتربى ويكون مزيان، ولا لعب تيلعب معاك، ولكن دابا الناس دوخت بالفلوس هادشي اللي كاين. باقي نتبع الكوكب شويه شريف؟ الكوكب ديما انا مع الكوكب ما عمرني سميتو، ومع الرياضه فين ما كانت، نمشي للقشيش نمشي للمصلى نمشي للتيران الركبي نمشي عط الله التيرانات، شاري المكري كان شاري الجبكر ما بقيت تسمع شيء. ايوا كانت باب الدكاله كان قشيش، كانوا نعمس الكره كانت في الباب شي تفرقت كاينه الكره، كاع ما يحتاجوش يلعبنا على برا نعمس كل شيء كاين هنا كل شيء، وراه الا قلبوا على شي حاجه يلقاوها. ودابا الفريق اش تيبان لك فيها؟ الفرقه دابا الحمد لله الناس راه خدموا الله يكمل عنا عليهم وخدموا وطلبوا الفلوس وهما تيسيروا الفرقه، وراه غادي الفرقه مزيان، وهذا العام راه ما كاين بحالو، عملوا راك على فات لهم ما مشاو شي، وهذا العام راه جاب لهم طلو دابا يكونوا رجال، ما يقولوا راه 4 نقاط ولا 6 حتى الصفره الاخرى، وديك الساعه يتحتفلوا ويديروا اللي بغاو، وحنا نحتفلوا معاهم فين ما مشاو، حنا راه ما تنقعدوا حتى في شي ما تنمشيو. ايه علاش تنشوفوا بحال سيادتكم الصحافه بحال هذا بحال علاش دابا اللي تجي عندنا حنا باش نعطيكم، ولكن كاين عندكم التاريخ وكاين عندكم حتى انتم الله بديتوا تخدموا وتتعملوا هذا الشيء الله يعاونكم على هذا الشيء. تمنى لكم الصحة والعافية وكل شيء. الله يبارك فيك. والمنتخب باقي نتبعو توا شويه؟ باقي نتبع المنتخب دروك نعم اسيدي، داك النهار اللي جيتو عندنا وقلنا لهم شحال نربحو قلت لكم 4-2 ياك 4-2 ها كان هذاك النصراني وداك الشيء تيعيطوا لنا تنمشيو تنسميتو خصهم غير يقوموا بنا، غير نمشيو يعطيوك بلاصه فين تقعد ولا يعيطوا لك،
دابا حتى تتبين راسك عاد تيقول لك فلان هذاك يقتل هذاك يعني ولا حزم الانسان. حنا عندنا لاكارت ديالنا ولكن الحمد لله المرات ما تيخلينا حتى حد. وتنتمنوا للجمهور الصحه والسلامه ديال مراكش ما خلينا حتى لشي واحد. راه الجمهور ديال مراكش ما كاين بحالو نعم سيدي. الحمد لله. واش بان لك في المنتخب ولا النتائج الاخرى ديالو؟ ايوا المنتخب غلطوا. المنتخب نعسي استاذ المنتخب غير غلطوا. ما الفرقه اللي ربحات بربعه لجوج اش باقي بينا نتسناو حنا لواحد اخر نزيدو لا كاين بيت زاد نزيدو ونقعدو في الحفره حتى انه تيعطي داك اللي كان تيلعب. حتى دابا داك خرجا بحال دوك الاخرين اللي كانوا وهذاك تيقطع الراس كاع وما في الاخر ومشى للاخر ومشى لسميتو. ولكن انت اللاعب تيجيبها براسو تيتخاصم مع المكتب. المكتب راه بحال الولايه خصك توقر راسك ديسيبلين راه لي ديسيبلين. ايوا شنو هو تيدير هذا المدرب الا ما كانش هذا ديسيبلين؟ التربيه راه هي الكره والناس ديما خلاوهم معاهم حتى الجامعه راه ما خلاوش الرئيس ها النائب الرئيس ها الوزير تبارك الله ها الفلوس ها سميتو راه ما خلاوش في الاخر دابا حيت تحل بكره تيكتل الجنوة ها ما دار هذا ما دارش هذاك الراجل كان خدام ولكن غلط في ذاك الشيء اللي وقع. الشريف باش ندوزو هذه المده اللي دوزتي كامله اللعب نقولوا واش انت دابا مرتاح ومن هذا الشيء اللي عطاتك الكره واللي دوزتي؟ والله اسيدي الا داك اللي مرتاح الحمد لله والله الا عطاتني الكره الفضل الدنيا وفضل الاخره مني درت وليداتي ودرت بناتي ودرت الحمد لله ومشينا للحج صيفطنا سيدنا وعاود صيفطنا سيدنا وعاود صيفطنا الوالده وصيفط لي المراه ديالي هذا فضل من الله نعم اسيدي. وتنتمناو لهذ الحكومه الجديده تكون الخير مع الناس ونتمناو لهم الخير نعم اسيدي. اي اي غادي ندوزو نشوفو معاك التصويرات ديالك الشريف. اي اي هما بداو داك الشيء راه هما بداو داك الشيء الفينالات راه هما 62 62 هذا ولد بريكا كريمو هذا هو كريمو ديالنا هذاك راه وانا هاني ايوه هادي. وهذا ولد بريكا وهذا حميد ديال الرجاء ايوه هذا ششه اللي كان في اكادير ايوه بتاع عمر عيوش محمد البنان كان هذا قلت عليه هذا نعم سيدي اسمه مولاي مهدي ايه مولاي مهدي هذا سي جغمال ربي الله يرحمه اللي مات هاد الايامات اللي حداكم نيت ايوه سي جغمال رانا دابا ندوزو هادي هاد الصوره فين الشريف هادي اللي قدامنا هادي ايه هادي كونتر الفتح شكون اللي كان ويت فينا كاين الشاوي كاين قاقة كاين المامون كاين عبد الرحمن البيضاوي كاين مصطفى بكار كاين الشاوي كاين القزويني هادي فين فين التيران في التيران ديالنا في الحارتي تراب الجمهور هزونا كاع في الترن هذا في الطلوع هذا الطلوع حيت طلعنا 70 70 71 واحد لوالو مع استاد ماروكان شكون اللي ماركا البيت انا نيت هذه فينا الشريف هذيك الاولى هذه الاولى كونترا كادير واحد 63 هذيك فيها الفينيش برونغاسيون والبيت الذهبي ما كان كاع البيت الذهبي حتى لعب حتى تيقول لك تمرك البيت تيقول لك خرجوا بحالكم انت هو اللي علم اللي هو الاخر انا كاع اللي ايوا شكون اللي معاك تما كاين انا سيدي سميتو شهاب كاين محمد كاين عبد الرحمن صنصين كاين سي بن ابراهيم كاين مولاي مهدي الشحموم غنيوات كاين المنصوري كاين سميتو السيسا كريمو الخالدي حمد كريمبا واللي حداه الشريف مولاي مهدي الشحمو اللي حداه اللي حداها 64 هادي اييه هادي 64 تابعة هادي كونتر الوداد كاس العرش هادي ايه هادو ثلاثة الجوج وهادي ثلاثة هادي ثلاثة ثلاثة لواحد والأخرى اللي حداها ما شريف اللي فيها الكاس هي هاديك الوداد نيت اييه الوداد اييه الوداد هادي كاش مثلا في الحاج 64 فاش الماتش هادي كونتر الوداد الفينال سينال رئيس الجامعة قداش مثلنا في هادي 65 فاش من الفرقة هادي؟ كونتر المانيا المغرب المنتخب مصطفى بكار بوزيدي البطاش واحد ولا قلت انا التيباري الحاج عمر بوستا رئيس الجامعة هو وهذاك السفير ديال المانيا اللي تيتسلم معنا هادي كونتر ستات ماروكان غلبناهم بواحد الوالو في الطلوع 70 71 رمضان هذاك وعاد بلي قلت انا والمنصوري هادي الشريف هاد التصويره اللي غنخدموا بها هادي ايه داروا لك الناس تكريم اييه هاد التصويره هادي في المحامي اييه
هذه كانت هي غير في هذا الاخر. اي غير في هذا الاخر. هو تساهل. وهذه عطاوها لنا الجمعيه الصدقه ديال الدار البيضاء. السي سميتو بن منصور. ايوا تستاهل كل خير وتحنا جينا عندك باش نكرموك. الشيء اللي كاين لك.